دكتور محفوظ رئيس طبيب أسنان by profession وفي نفس الوقت بقدم برنامج على قناة لوجوس سينا وأنا بضيف صوتي للترحيب بحضرتك وشكر سعادة السفير على المجهودات العظيمة اللي عملها وإحنا very impressed بشخصية حضرتك والإنفولمنت. أنا عندي سؤال. إحنا في عالم الإحصائيات everything is statistics. هل عندنا إحصائيات بتقول لنا عدد المصريين في أمريكا قد إيه؟ والبريك داون مثلا في الولايات ويمكن معرفة البروفيشنز بتاعتهم. أنا عارف إن السفارة بتاعتنا موجود في هذا العالم. وده بيقودني للسؤال الثاني، إمتى هيكون في تمثيل للمصريين المقيمين في الغرب هنا زي بلادهم زي أستراليا وزي أمريكا وزي كندا في مجالس المجلسين بتوع النواب والشيوخ في مصر؟ يبقى في أصاين ليهم. أنا عارف إنه في تمثيل بس أحيانا بيجي من الجولف، لكن إمتى هيكون في تمثيل لينا عشان صوتنا يوصل لمصر؟ شكرا. شكرا يا فندم. الإحصائيات المبدئية اللي عندنا وفقا للجهاز المركزي ووفقا للمؤسسات الخاصة بالإحصاء في جمهورية مصر العربية، يعني وصل المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية إن جنرال إلى وفقا لإحصائياتنا إحنا. خلي بالكوا إن إحنا يعني حضراتكوا المواطن المصري من نعرف عنه هو بالنسبة لنا مصر، بغض النظر عن هو مزدوج الجنسية، مقيم، مهاجر بشكل عام. فالإحصاءات بتاعتنا بتقول إن أنتوا ما شاء الله تشهد 1,800,000 في بالضبط كده. إحنا متخيلين إن في الساحل الغربي بيصل أعداد المصريين إلى بشكل عام، الساحل الغربي بشكل عام إلى 700,000. فدي الإحصائيات اللي عندنا. إحنا طبعاً في وزارة الهجرة أولاً في كذا داتا بيس موجودة بشكل عام، مش بس المصريين في الخارج، المصريين بشكل عام بما فيهم المصريين في الخارج. في دعم اتخاذ القرار التابع لمركز دعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، ده مفروض إن هو في يعني داتا بيس للمصريين بشكل عام بما فيهم المصريين في الخارج. وزارة الهجرة أيضا لديها الداتا بيس الخاصة بيها وفقا طبعا لاتصالاتنا ومعرفتنا والدوائر اللي احنا بنشتغل فيها مع كل القنصليات وكل السفراء وحتى مع كل الاتحادات اللي موجودة مع كل الجمعيات اللي موجودة بشكل عام. الداتا بيس دي احنا بنعملها سيماتيك وفقا للمهنة بحيث ان احنا لما نحتاج حضرتك تيجي تدي محاضرة في موضوعات طب الأسنان فيبقى دكتور محفوظ حضرتك بالظبط كده يجي يشرفنا وينور الدنيا ويبقى هو التيكينج بليد الناس. فدي بشكل عام الموضوعات الخاصة بالداتا بيسز اللي موجودة عند مصر فيما يتعلق بالمصريين في الخارج. أما ما يتعلق بمجلس النواب، هو دلوقتي مفروض إن في 8 نواب موجودين في مجلس النواب هم يعني تحت مسمى النواب المصريين في الخارج، وما بيبقاش النائب اللي هم الخاص بالمصريين في الخارج ليه علاقة مباشرة بريجن أو ليه علاقة بمنطقة. دايما مادام هو نائب للمصريين في الخارج المفروض ان هو بيخدم كل المصريين في الخارج. بس حضرتك العملية بسيطة وسهلة، حضرتك ترشح لمجلس النواب وتبقى نائب عن الساحل الغربي والولايات المتحدة الأمريكية وأنا أول واحدة مبسوطة. للتطور عنوان كاريزما معكم في كل مكان.